انا بقول الكلام ده دلوقتي لانه مهم قوي، لان احنا يمكن نكون بنشوف ان مصر ليها موقف ثابت ما اتغيرش، هو موقف عادل تجاه قضية عادلة هي القضية الفلسطينية. هو كل اللي بنقوله ايه؟ بنقول ان احنا الشعب الفلسطيني من حقه ان هو يعيش في دولة مستقلة جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل. واحنا انا استطيع ان اتكلم مش بس باسمي وباسم مصر، انا ممكن استطيع ان انا اتكلم باسمي وباسم كل اشقائنا في المنطقة العربية. هذا الامر لو تحقق هيفتح افاق حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة بالكامل، على مستوى الإقليم. القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس، وإحنا بنقول دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، حماية للمواطن الإسرائيلي وحماية للمواطن الفلسطيني. هنا مهم أوي نقول إن الكلام ده بيتقال دلوقتي لأن ده موقفنا الثابت اللي دايما بنأكد عليه، لأن زي ما بقول هي قضية عادلة والمجتمع الدولي بالكامل عارف ده وبيعترف بيه، لكن المهم ان اعترافنا ومعرفتنا يتحول الى عمل من اجل تحقيق هذا الامر. احنا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها ديت بنسعى لتحقيق 3 اهداف ما تغيروش منذ 7 اكتوبر السنة اللي فاتت. قلنا فيها ان احنا 1، ايقاف اطلاق النار، عودة واطلاق سراح الرهائن، ثم ادخال المساعدات الى قطاع غزة عشان القطاع فيه اكتر من 2 مليون انسان،